أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم مرة تانية برنامج حكاية على الهوى، وما زالت المشاكل الزوجية مستمر، وما زال بنتكلم على ما يحدث خلف الأبواب، ولكن المرة دي رجعنا بطريقة مختلفة مع الدكتورة سماح سليم، محللة نفسية، وهنعرض عليها المشاكل على قد ما نقدر، وهننتظر برضو الاتصالات بتاعتكم لو عايزين تعملوا مداخلة تقولوا ايه رأيكم في اللي انتوا بتسمعوه، او لو عايزين تسألوا برضو الدكتورة سماح سليم. ومعنا ايضا ويشرفنا الشاعر أشرف حلمي. دكتورة أهلا وسهلا. انا بيسعدني انك انت معانا في الحلقه. اشكرك كتير. ويعني كنت قاعد من 5 دقايق كده عمال اقول يعني امتى هتيجي وتخش الاستديو. اشكرك عشان تشوفي اللي احنا فيه ده او اللي احنا سمعناه ده. من فضلك. طبعا حضرتك يعني انا بعتبرك من الطريقه اللي انا اتكلمت معاكي فيها بالاستديو طريقه انت انسانه يعني عالمه في هذا التخصص، وانا مش هقول انك انت متحيزه للمراه، ومش هقول انك انت بتدافعي عن المرأة، ولكن انت بتحاولي تجيبي حق المرأة بطريقة شرعية واللي هي بتستاهله. يعني لو هي بتعامل جوزها كويس من حقها ان هي تعامل جوزها كويس، لان احنا قلنا المرأة هي اساس بناء المجتمع. عامة انا كان معايا المشكلة اللي هي من 5 دقايق ان معانا الأستاذة دي اتجوزت، وبعد ما كان في فترة خطوبة قعدت بتقول لمدة 2 سنين، وكانت الفترة ممتازة جدا وعظيمة جدا، ويعني انت عارفة غراميات وبيأكلها في بقها والكلام ده كله. بس الموضوع وقت الجواز بعد فترة قصيرة هي خلفت، أنجبت منه طفل 1 سنة و3 شهور، وابتدت المعاملة تختلف جدا، وابتدت العلاقات ال يعني علاقات مش نقول مش مظبوطة، ابتدى الزوج يعملها وابتدى يعمل شات على الواتساب، وابتدى وهي فهمت كده، ومقصر في حق مصاريف البيت بتاعه ومصاريف ابنه، واضطرت انها تطلع تشتغل في حضانة، وبالرغم من كل هذا بيطلب منها نص مرتبها. ف أتركك تتحدثي عن هذه المشكلة، أو براحتك تتحدثي بصفة عامة عن المرأة. عن المرأة أنا هتكلم الأول عن صاحبة المشكلة. المرأة نفسها إذا يعني تزوجت رجل، المفروض عن الرجل دوت إذا حب يعني إن هو يرتبط بامرأة أخرى، أول الكلمة هنقلها إن الدين يسمح له بذلك، فما عندك شيء يجبرك انك تكون رجل خاين او رجل كاذب. تمام. فانا بعتبر ان الرجل الصريح ذو مبدأ محترم، اذا بده الاول يطلب من المرأة تكون مرأة محترمة، الاول هو لازم يكون رجال محترم. الله عليك. ويطلب من حاله ان يكون شخص صريح، اذا بده يكفي من علاقة خلاص اوكي بيكفي منها، وهي بتضل زوجة محترمة بالأول والأخير. تمام. وإذا بينهم أولاد، هل أولاد يتربوا ويعيشوا عيشة مستقرة بدون أي مشاكل؟ تمام. ويروحوا يبلش بحياة تانية هو ممكن يكون شايف فيها حاله. تمام. عندنا مشكلة بالوطن العربي، هو إذا بده يخلص من علاقة زي المرأة الأولانية، بده لازم عشان يخلص منها لازم يسوي مشاكل عشان المرأة ما تطلب حقوقها. ممتاز. والمرأة بتطلب حقوقها ليه؟ أول إشي القرآن وربنا سبحانه وتعالى عزز المرأة. أكيد. القانون أعطى حقوق للمرأة. هل المرأة عاشت معك سنوات، عطيتك عمرة، عطيتك يعني عافيتها وصحتها ومجهود علشان يبقى في بيت قائم. ممتاز. لما النهاردة نيجي نتكلم بعد السنوات من العمر، تيجي اليوم تزت المرأة بالشارع وتقول لها خلاص انتهينا، ما في بيني وبينك شيء، أنا بدي أروح أبلش بحياة جديدة. يعني يا دكتورة سماح، أنت من رأيك
ان الرجل من حقه ان هو يرتبط او يتزوج مره اخرى، بس بشرط ان هو يصارح الزوجه الاولى، لان افضل من الخيانه. بس ولكن اللي انا بسمعه تملي، الراجل يقول لك انا لو قلت كده لمراتي او بيت البيت الاولاني، المراه مش يعني الزوجه الاولى مش هتوافق. فهو ده مبدا الخلاف مع الراجل، يقول لك لا هتحرج مشاعرها وبتاع، وفي النهايه بتكتشف هذه العلاقه الثانيه ولا بتاع، وبيقول لك انا كده يعني لو اكتشفت بيتهدم بيتي الاولاني اللي هو الاساسي اللي هي ام اولادي وام بيتي وي. فهو عايز يمشي في السكتين يراضي، بس انا في الاخر شايف ان هو مفيش مرضيه للاثنين، لازم هيجي في نقطه معينه او حفره معينه. صحيح. الو، العدم العدل. ايوه اوكي، ممكن ناخد اتصال. اي اتفضل. استاذه اسماء، سلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي يا استاذه اسماء. انا الاول بس بشكركم على الحلقه، يعني بصراحه يعني موضوع الحلقه شدني جدا. شكرا. احنا دلوقتي فعلا يعني 70% من الستات في مصر هنا بيعانوا من نفس الموضوع ده. انا يمكن تمام. كل اصدقائي يعني بحس ان هم في كده، بس انا شايفه ان في الاول وفي الاخر يعني هو. طب وليه اكتريه اللي في مصر؟ انا بنتكلم على اكتريه الوطن العربي والعالم كله. هو ازاي دي؟ انا بتكلم يمكن عشان عايشه في مصر. عشان انت في مصر، اللي انت شايفاه في مصر. ايوه اللي حواليا يعني. اتفضلي. بس انا برضو شايفه ان المفروض ان الست ما يبقاش يعني ان هو ما يبقاش فيه ولا اهانه ولا الاسلوب الوحش ولا المعامله الوحشه. انا عندي صديقه بيقول لها، يعني صديقه ليا بيقول لها يعني انا اعتبريني انا المفروض ان انا بحكي لك عشان انا يعني واخدك كصاحبتي، مع ان هي مراته اساسا، ويقول لها انا هتجوز عليكي ومفروض ان انت ما تزعليش يعني ده انا بصارحك. تمام. فانا شايفه ان الموضوع ده يعني ده زي بالظبط كانه بيهنها، ان هو كانها هي ملهاش اي لازمه في البيت. يعني انت يا استاذه اسماء شايفه المصارحه من الزوج للزوجه اللي هي اللي ان هيجوز عليها ان دي اهانه للزوجه الاولى؟ هو بصراحه هو يعني برضه يعني هي دلوقتي لما هي طلبت منه الطلاق بيقول لها لا انت مش مقصره في حاجه، بس انت كده هتخليني مش هصارحك. يعني انا شايفه ان هي يبقى حقها اختيار، طالما انت صارحتها يبقى حقها ان هي تختار تفضل او ما تفضلش. تمام. تمام استاذه اسماء، رسالتك وصلت والدكتوره هترد، بس بعد ما ناخد الاتصال الثاني. استاذ محمود، سلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. سلام. والله انا شايف ان كده الموضوع ناقص. يعني انت دلوقتي مستضيف الزوجه، يعني ايش دراني انها صادقه يعني لا ما انا قلت لها، ما انا يا استاذ محمود، استاذ محمود انا قلت لها من بدايه الحلقه ان حقك ممكن يجيلك لو انت بتعاملي زوج، يعني انا غطيت المنطقه دي ان هي لو كده يبقى على يبقى اكيد ربنا برضه هياخد حقها. فاحنا غطينا النقطه دي. بس في اي سؤال حضرتك عايز تساله؟ انا عايز يبقى لو استضفت تستضيف الاثنين. طب حضرتك في اي سؤال بس عايز تساله علشان وقت البرنامج لو سمحت؟ لا انا هو ده السؤال. شكرا يا استاذ محمود على الاتصال. دكتوره سماح اتفضلي. أول شيء دلوقتي لو احنا بنحكي بموضوع المرأة، طبعا كل النسوان بالبيت هتتضايق تقول كيف يعني انت بدك ان الرجال يجي ويحكيني انه بده يكون بيت تاني. تمام. أول شيء الدين والشرع والقانون أطح لك الفرصة ان حضرتك توافقي بإقامة بيت تاني أو ترفضي. تمام. تمام. وعلى الشخص إذا بده إقامة بيت تاني، هو بده الأول إرضاء للبيت الأولاني. كيف؟ هل المرأة إلها حقوق؟ هل المرأة أخذ منها عمر؟ تمام. ما تقول لي عشان أنا بدي أبلش في بيت تاني فأنا لازم أهين المرأة الأولانية وأقول لها مع السلامة أنت برات البيت بالشارع. تمام. لازم يعطيها كل حقوقها وتكون مرأة مرضية على عمرها اللي أخذته، أخذها من يعني أخذ العمر منها. تاني حاجة. تمام. في نقطة مهمة جدا، الراجل يعني تحت مسمى الجواز هو فاكر أن المرأة هي عبدة. كيف المرأة هي عبدة؟ إن هي اديته عمر واديته كفاح، قامت الصباح وشافت مرعاة الرجل وقفت بظهره. يعني إحنا بنقول دايم إن وراء كل عظيم رجل، كل رجل وراءه امرأة. امرأة.
كيف المرأة دي سندتك وخلتك يعني رجال محترم بهالمجتمع، وكيف الحين بعد 10 سنوات أو whatever بعد عمر شايف إن هي ما تناسبك تكمل معاك العمر وبدك تبلش يعني بعلاقة ثانية؟ أنا ليه بقول لي لازم يكون صريح؟ لأن أنا ضد الخيانات. الخيانات هيدا أول شيء بتجيب الفقر على الرجل، وبتجيب الفقر عليها هي كمان على حياتها الأسرية. تاني شيء إن ربنا سبحانه وتعالى يعني فكرة العقاب بالدنيا، انت اكيد هيكون عندك بالبيت بنت ما أكيد. تتمنى ان تتجوز رجال ويكون لها الرجال خاين، واذا عندك ولد ما بتتمنى ان ياخذ مره منها تكون مره صالحه. تمام. فبدي يكون في وعي عند الرجال اذا بده يبلش يروح يبلش بحياه حلال، واذا بده يبلش بحياه حلال لازم ارضاء للمراه اللي اخذ منها عمرها واخذ منها حياتها واقامت له بيت وربت اولاد. إذا ما اشترى خاطر هالست ما هتقدر تربي له أولاده، ما هتكون أمينة على أولاده، لأن هي هتعيش إحساس الظلم والقهر من هالرجال. يعني كيف هتحافظ على الأمانة تبعه؟ يا دكتورة سماح، يعني أنت بتقولي أن الزوج اللي بيعمل الزوجة بالطريقة دي يفتكر أنه هو عنده أم وعنده أخت طبعا وعنده قرايب لازم يعني يخاف ربنا فيهم عشان صح. وعنده أولاد صح. أكيد طب. لو عنده بنية هيقولك أرفض إن طيب. تسمحي لي أخذ الأستاذ محمد. سلام عليكم أستاذ محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا أستاذ حسام؟ عليكم السلام ورحمة الله. إزي حضرتك؟ والله تمام الحمد لله يا أستاذ محمد. والله منور البرنامج يا أستاذ حسام، وإحنا بنحبك جدا. الله يخليك الله يخليك. طب هات اللي عندك قول لنا جايب أني مشكلة. لا انا مش مشكله، ده انا عجبني البرنامج والمناقشه فيه جدا، بالذات ان طبعا الشاعر قال كلمتين في الصميم للمرأة جدا، ودي عجبتني جدا. يعني استاذ اشرف بجد كان جميل في الالقاء، وكان جميل في ان هو عبر عن الموقف بشكل لذيذ قوي، عجبني انا شخصيا. شكرا ليك. طب عشان الكلمتين الحلوين دول على الاستاذ اشرف الشاعر الجميل، ممكن برضه يقول لنا حته كمان؟ يعني هو في حد منتظر اتصال تاني؟ بس اقول حاجه برضه عن الاستاذه اميره. اتفضل اتفضل يا استاذ محمد. الاستاذه اميره طبعا كلنا تعاطفنا معاها، وهي يعني من السيدات المكافحه في المجتمع اكيد، ودي حاجه جميله جدا طبعا، شرف لينا كلنا، واحنا نفخر ان هي كده، بس ما تتعاملش بالشكل ده طبعا. اكيد اكيد احنا مع الحق، واكيد ما بنتمناش اي امرأة في الدنيا ايا كانت طبعًا ان هي تتعامل بطريقة فيها اهانة، لان المجتمع نفسه بيتبنى على المرأة. استاذ محمد وانت طبعًا فعلا بتقول نقطة مهمة جدا جدا، وبنشكرك كرجل او كزوج انك انت تعاطفت مع الحالة اللي احنا صدفناها، كلنا ما ينفعش يحصل منا كده خالص، او صح. ما يحصلش من الراجل كده مع الست بالذات اكيد. وتحياتي طبعا للاستاذه سماح اللي هي برضو بتقول كلام جميل في حق السيدات، وبرضو حطت نقاط رائعه. تمام تمام، ربنا ما يحرمنا منك. اشكرك يا استاذ محمد. ناخد الاتصال اللي بعده. استاذه سناء سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله. البرنامج من كده واضح ان هو هينجح نجاح رهيب، لان كل بيت فيه مشكلة. ربنا يبعدنا عن المشاكل. الحمد لله ان احنا هنلاقي حد يشاركنا في مشاكلنا. يا رب. انا يعني انا عايز اعرف دلوقتي لازم يكون في قوانين رضعة علشان توقف الرجال عند حدها. علشان هما بيعملوا حاجات الست بتبقى عايزة. يعني أنا عندي مشكلة، بنت صاحبتي البنت عندها طفلين، الطفلين دول ساعة الحكومة ما حصل الوباء اللي هو الكورونا، هو طلع من الشغل لأنه شغل خاص، فقعد في البيت متنرفز، ويعني ما بيدخلش فلوس، وكمان بيتنرفز عليها وبيمد إيده ورفع ايده من كل حاجه، بدل ما يروح يدور على شغل وعلى حاجه او يديها كلمه حلوه تتحمل الحاجات دي. فهي بصراحه البنت مخنوقه، تطلب الطلاق ولا تكمل ولا تعمل ايه بالظبط؟ وهو متحامل عليها، هي بتشتغل فبياخد فلوسها، وكمان بيسيب لها العيال، يعني هي طالعه العيال وتشوف الشغل بتاعها و
وفي الاخر ما فيش كلمه حلوه. فانا بسال الدكتوره يعني الحل ايه؟ استاذه سناء الرسالة بتاعتك وصلت، وإن شاء الله الدكتورة سماح هترد عليها، وبس بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم مرة تانية في برنامج حكاية على الهواء، والحكايات ما بتنتهيش وما زالت مستمرة، وبنتناول كل المشاكل الاجتماعية، ومن أهمها في حلقة اليوم المشاكل الزوجية. ويشرفني ويسعدني مرة تانية بحضور الدكتورة سماح سليم بالإفادة الكبيرة بتاعتك، وبنستغلك في معلوماتك العميقة في هذه المسألة، وأيضا بتشرف مرة تانية بالأستاذ أشرف حلمي الشاعر. وقبل ما نخش مع الدكتورة، يا ريت تلطف الجو بحاجة حلوة في حق المرأة. احنا بقى هنقول متطلبات الراجل ايه في معاملة الست بتاعته، يا سلام، عشان يعيشوا بقى حياة جميلة كلها رخاء وحب ومودة ورحمة زي ما ربنا سبحانه وتعالى. بس يا ريت تبقى خفيف علينا شوي ان شاء الله. ماشي يا سيدي. الست عايزاك راجل ليها مش راجل عليها. الست عايزة اللي يقدرها ويحترمها ويحتويها. الست نعمة، الست نعمة، ما يحسش بيها إلا اللي فعلاً مش لاقيها. الست نص المجتمع وزيادة، الست معنى الوجع يا سادة. الست ضحكة وجع متعادة، الست شمعة في القلوب متقادة، وكل ده كوم وكوم تاني يوم الولادة، لحظة دخولها العمليات وهي بتتألم بتصرخ بس من سكات مش قادرة تتكلم. يفتحوا بطنها سبع طبقات ونقول يا رب سلم، ويعدي على جرحها سنوات والجرح فيها معلم. الست تلبس وتقلع، الست تهشتك وتدلع، الست تحفظ وتسمع، فما تحبكهاش وما تزودهاش وما تبيتهاش زعلانة. دي قلب وروح ودم، دي إنسانة أبوها سايبها عندك أمانة، ما كانتش عند أبوها جعانة، كانت عايشة ومبسوطة وفرحانة. الست تقبل أي حاجة، أي حاجة إلا الإهانة والخيانة. شكرا. يا سلام عليك أستاذ أشرف. نعم، أنت عدلت لي دماغي بالكلمتين دول. دي كده الست خدت حقها. إيه رأيك؟ كده يعني بنجيب حق المرأة. أنا عجبني كلمة قالها أن المرأة عندك أمانة، وإنت أخذتها من بيت بيّة، أخذت تصونها لأنها كانت متصانة ببيت أبوها، ودايم البنت بتتدلل بعز أبوها وما بتشوف عز إلا عز أبوها. فإذا أخذت شيء حافظ على هالأمانة لأنك بتسأل عليها بالدنيا قبل ما تروح لله سبحانه وتعالى. سلام على كلام دكتورة سماع. قبل بس من عشان بس إيه الاتصال الأخير قبل ما كنا نطلع فاصل، كان مع الأستاذة سناء. تتذكري هي كانت بتتكلم، اي هي الاستاذة سناء اتكلمت بمحض مشكلة لبنتها. انا سمعت التليفون تبعها ان بتقول ان الزوج جلس في البيت نظرا لوجود الوباء، ونظر الشركات الخاصة ان هي خلت موظفين كتير قعدوا وجلسوا بالبيت، فبدأ الزوج جالس في البيت تحت نطاق ان هو يعني مكتئب او ان هو متعصب او ان هو بدا يعني يطلع يعني عصبيته باولاده وبالزوجه، تمام، وبدا يهنها ويضربها. فهي بتسال يعني هي بتسال بتقول انا ما بعرف هي تتطلق ولا تجلس. اول شيء هيدا لازم تتطلق، يعني ده من رايك طبعا، حتى لو عندها اولاد، حتى لو عندها 100 طفل لازم تتطلق. كيف المراه تتهان؟
انت بتقولي الرد ما فيش اي هيزيتيشن، ما فيش اي تردد. أيوة. كيف ابنها يحترمها؟ تطلع يعني تطلع طبعا، لان كيف ابنها يحترمها؟ كيف هتطلع من تحت يعني يدها ابن طالع رجال لما يشوف امه بتتهان؟ يعني انت كده بتوجهي رساله للرجل اللي بيعمل كده، تحذير يعني ان هو يخسر بيته ويخسر اولاده ويخسر الدنيا كلها كده. اي مسمى ان الرجال اللي يضرب مرأة هيدا رجال، هيدا منه رجال. اذا بدك تقف في ساحه حرب اقف قدام رجال، ما تحارب شخص مثل المراه، لان أكيد. المراه هيدا اقوى منك الف مره، رب سبحانه وتعالى اعطاها القوه، اتحملت الحمل ما شاء الله. والمراه اذا تحملت وجع الحمل وجع 9 شهور قادره بقوتها وبصوتها وبدعاها لله سبحانه وتعالى، ان ما بياخذ بس حقها منك، بياخذ حقها منك بالدنيا قبل الاخره. حقيقة. انا ده يعني كلامي، وانا ارفض اهانه المراه حتى لو باللفظ، ما تسمح ان المراه تتهان باللفظ، ولا حتى ان الرجال يفكر يمد هيدا منك جايب جريه، انت جبت امراه معززه مكرمه من بيت اهلها تتحط على الراس، مو تتحط ان انت تهينها. طب دلوقتي يا دكتوره سماح، نفترض ان حصل اللي حصل اي واعتذر، هل المراه اول مره تقبل الاعتذار؟ هالمرة إذا قبلت الاعتذار أول مرة ست تماما بعد كم شهر برضو بيخش له بأي أزمة بالحياة وبيمد عليه اليد مرة واثنين وثلاثة، وهيدا الرجال على فكرة. ليش تمام. ضرب المرة؟ لأن تمام. هو كمان عاش ببيت لقى الأب بيضرب أمه، صح. فاتعود على إهانة المرة وراسه وراسها. هيدا المشكلة لازم إلها يعني رجوع، والقانون كمان لازم يعني يكون واقف ضد المرأة في إهانة. طيب. المرأة. دكتورة سماح، يعني أنا بوجه لك سؤال تاني دلوقتي. اللي هو زي ما بيقولوا إن الكلام سهل، أكيد، بس الفعل صعب. صحيح. صح؟ صحيح. طيب الكلام سهل إن أنا أقول أتطلق، بس ممكن أكترية الناس يبقى عندها ظروف اجتماعية، صحيح. ممكن الزوجة مش لاقية مكان تاني، ممكن الزوجة مش لاقية تصرف على نفسها، أي. ممكن الزوجة يقولك أنا مش موفر لها الإمكانيات إن هي تعيش، ودي إمكانياتي، عاجبها تقعد على كده، عاجبها مش عاجبها خلاص، أي. ما عندهاش إمكانيات إن هي معها مثلا فلوس ترفع قضية وتحارب، لأن المشوار طويل. فدلوقتي أنت شايفة إيه في لو إحنا بنوجه كيف تاكل؟ اقول لحضرتك حاجه، ازاي انا اوجه الرساله او ان انا اقول يعني ماشي تتطلق؟ انت قصدك تتطلق باي ثمن من الاثمان؟ كيف تاكل اللقمه وانت مذلول؟ ما ينفعش. كيف تنام على تختك وانت احساسك في دمعه قهر بعيونك؟ تمام. ان انت تهنت قدام اولادك. كيف مطالب من المراه دي تكون قويه وتعرف تربي اولاد وهي مراه بتتهان من رجل؟ ما عندي مشكلة، اتربى كويس ما اتربى كويس، بيعرف يعني ايه قانون، بيعرف يعني ايه يكون رجل محترم، هيدا مني قصتي بهالرجل. انا قصتي بالمرأة اللي قبلت على حالها الإهانة. تمام. كيف هتعيش؟ انا يعني اشرف لي اجلس حق اسفلت الطريق ولا اني اتهان؟ صح. اشرف لي الف مرة ان اجلس واختار لنفسي طريق كله مشقة، من العمل، من الكفاح، من اي شيء، بس انا بكرامتي وانا رفع راسي، مش عشان انا، عشان انت بتاكلني اوكي استحمل منك اهانة، مش عشان انت بتصرف لي على اولادي اتحمل منك اهانة. شو هالحياة؟ حياتي لها قهر وظلم. دكتورة سماح، في اغلب الاحوال والقضايا بتاعه المراه وبالاخص المتزوجه، في الحوار بتاع عنوان الحلقه العنف ضد المراه، بعض الاحيان البنت لما تروح لبيت والدها الوالد بيضغط عليها ان هي ترجع تاني بكل الاساليب، وطبعا مضطر ان هي ممكن تسمع كلام ابوها، لان ابوها برضو مش عايزه تتطلق ومش عايزه تخسر بيتها وتهد بيتها، وفي ولد في بنت، وفي امراه العكس ممكن تقول انا بقيت سد خلاص، يعني 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 سد مانع، انا مش راجعه يعني ما اناش راجعه يعني. ففي الحاله زي تتصرف ازاي يعني؟ هل يبقى في اعاقه للوالد او للوالدين ان هم بيقولوا لها ارجعي بيتك ومهما كان وما تجيش، ولا تصر على ان هي اللي في دماغها ان هي مش طايقه تعيش مع هذا الرجل؟
أنا شايفة إذا الأب وافق على إهانة بنته بالحياة فأبشرها أن هيدا أنت القانون بيعطيك الحق من بعد 21 سنة، أنت امرأة حرة. تمام. امرأة حرة بتاخدي قرار، امرأة حرة بتوافق أن تعيشي بكرامة أو أنك تعيشي مذلولة. تمام. فأنا شايفة أن المرأة إذا قررت وتزوجت وصارت امرأة ناضجة هي عليها أن لا تسمع لأحد بوجعها غير أن هي تشوف إيه اللي مرتاحة إله. تمام. فكرة الأب، لأن إحنا بنعاني من مجتمعات عربية أن المرأة أو البنت إذا خرجت من بيت الأب فلا رجوع إلها نهائي. تمام. كيف أن أنت تقول أن لا لي ملهاش أي رجوع؟ تمام. وإذا تعرضت من بطش رجال وين تروح؟ سليم. يعني يا أستاذ حسام دلوقتي بين نارين، بين نار والدها اللي هي تربت على أديه وصعبة عصا، وبين زوجها اللي هي مطالبة أمام ربنا سبحانه وتعالى برضو إن هي ما تعصى. أنا شايفة أنا بقول أنا متفق معاكي، أنا متفق أكيد. بقول إنها بين نارين. لا صح. لا هي بين نارين، هي بين نارين، ما فيها نار ولا فيها جنة يعني. أنا طيب. شايفة إن المرأة بعد 21 سنة هي امرأة ذو عقل، ذو مبدأ، قدرت راحت عاشت في بيت راجل غير زوج، صح ولا لا؟ قادرة طيب. كمان تخرج من بيتها الزوج وتروح وتكفي حياتها. دكتورة سماح انتهينا. لا مفيش انتهاء معاك، انت مفيش انتهاء، عمرنا ما هننتهي معاك، انت الحوار معاك مستمر، المشاكل اللي بتفتح كل الدكتور سماح بتوع البيوت الزوجيه، بس هي مش نميمه، انت احنا بننصح وبنوجه رساله بصراحه، وما بتمنى ان اي شيء. انا شايف من عينيكي دكتوره سماح، اشكرك جدا جدا على حضورك، ونتمنى انك انت تكوني في الحلقات القادمه. هي شرف لي، اشكرك كتير، شاعرك جميل، شرفت بيك والله اشرف حلمي، متشكر جدا جدا، شرفت بيك. أعزائي المشاهدين، وصلنا لنهاية الحلقة، مشاكلنا ما بتخلص، حكاوينا ما بتخلص، وإن شاء الله هيبقى في لقاء تاني الأسبوع القادم في نفس اليوم وفي نفس الميعاد، انتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.